نفسك شباب، عاملين يا رب يا رب يا رب تكونوا بخير. معكم النهاردة مازن جيمنج، والنهاردة هنلعب لعبة البطل الخارق في حلقة جديدة يا شباب. يلا نبدأ كل ده هبد دلوقتي. يلا يا شباب هندخل على البطل ده دلوقتي يا شباب. انا لازم اقتل الناس دول. ثانية واحدة يا شباب، اعلان بعد ما رجع. لو عايزين انزل اكتر من اللعبة دي يا شباب قولولي، وانا ان شاء الله هحاول اقعد انزل كل يوم فيديوهات او لا. انتوا ممكن تلاقوا هو، بس عشان هي في شوية حاجات هي اللي بتضايق لما اجي اصور في اعلانات. فانا يا شباب هحاول اعمل حد ولو واتمنى تشتركوا في القناة وتحطوا زر الجرس وحطوا لايك وما تنسوش تدخلوا على قناة يوسف دراجون، فهتلاقوها في وهقولكوا عليها المرة الجاية. دلوقتي يا شباب انا ثانية واحدة، انا رجعت من ايه؟ انا قصدي يا شباب انا هنزل لكم كل يوم فيديوهات كل يوم. السلام عليكم. شوفوا يا شباب الحركه دي شايفينها؟ سباق عايزين كل ده يا شباب ابطال. ده منه المينج ده، تعال ندخل. يعني انا عارف قطعت له راسه بثانية ثانية واحدة يا شباب. معلش يا شباب لو كنت طولت عليكم، بس انا بقى شوفوا قطعت له عملتوها. شوفوا يا شباب، بس يا عمي بقى انت تعرفني بيه. حطيتها له على حطيت على راسه. دلوقتي يا شباب زيو. شوفوا شباب قطعت له رجليه، يخرب بيت كده. معلش يا شباب لو عدلت الصوت. ثانية واحدة ثانية واحدة، عشان لو انتوا مش سامعين صوتي. بس دلوقتي يا شباب انتوا سامعين صوتي. يلا واللي مش سامع صوتي يكتب في الكومنتات. شفتوا يا شباب ايه ده يا عمي بقى؟ بطل غلاسه دي. دي المرحله يا شباب اللي انا ده نزل على دماغه. ثانية واحدة دلوقتي شباب رجعت لكم مرة تانية يا شباب. ده كان لازم نقتله وانا بقول لكم. دم مخرب بيت، دم 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 ام كده. سمعت الصوت يا شباب؟ رجعت لكم تاني يا شباب باللعب. لا ايه ده، انا عامل حساب البيز اللي انا اوقعله. زيو دي الكلمة فيها
toutes les flèches. Ouf, 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 ايه ده؟ يعني ما كنت لازم ننط على الحبل ده؟ ايه ده؟ استنوا معلش يا شباب لو اللعبة فيها اعلانات كتير انا استنوا بس يا شباب افصل النت فصلت النت يا شباب ورجعت لكم زين عشان راسه تكون نازله منفجره هي كمان شفتوش ايه ده انا معلش يا شباب لو انا كنت وقعت كده لا ما توقعش الحمد لله ده لو وقع هيجيب لنا مصيبه مصيبه يا باشا ده ايه ده ده ما لازم نتكلم يعني ديت يعني اللي هي هتقتلك زيو ماشي سمعتها شباب هو بيقول ايه ده ستوبا انا ضربت له في دماغه ابلع بقى ابلع لا باش قطيت له راسه انا ايه ده انا قطعت له رجلي كمان زيو قطعت له واحد حتة من رجلي كبيرة كبيرة شباب البتاع علق عندي الإعلان الإعلان علق عندي شفتم احتراف احتراف احتريف حلوة الاحتريف دي فحد بيستقبل ينور فانا اقتله ما عنديش لا سنعد الشباب رجعت لكم تاني يا شباب بعد ما الاستقبال ده حصل رجعت نعملها دي ازاي باش استوفر هنعملها من الجنب شفتوا الجنب بيطير حبيت كلمة ايه ديت بيقولها فين دي يا شباب يا شباب اللعبة دي اللعبة دي يا شباب مجنونة اللعبة ولا اللعبة لعبة اشتق شوف الاتنين اتقطعوا جسمه طب دي هتعملها دي ازاي بقى دي يعني اقوم ده دي هتشي ايه ده يا شباب اعملها ازاي بقى دي ما هي هتقوم قطع راس الباشا الباشا ما هي هتقوم قطع راس الباشا باشا راسه هتتقطع يا باشا الباشا اللي واقف ودوت ما يساعدنيش حتى يخرب بيت كده ما يحبش ان الحركات دي هيموت سيبت لا انا زهقت اوكي ابلع يتشوت انتوا شايفين يا شباب زهقت مني انا زهقت منه انا زهقت منه يعني بالظبط والله زهقت منه خرب بيتك ده بضربة واحدة بس قطعت له ماما بالكم راس راسهم واحدة بس ايه ده انت بتستهبل ده كده اسمه ايه ده ازاي ليه يعني انت عاملين حرف ابلع وابلع عشان ماما مش هتعيط
Les mots refait. Ziou. Et donc. نركن هالي قطعت له حتتين قطعت له اذا كان ما لسه واحده كمان ابلع ياض ابلع ياض ابلع ياض لازم نعملها لازم نعملها حركه وحش سيئه برضه طار يا شباب طار حلو طرز دي طرز ابلع بلعت محدش يقول انا عملتها ازاي دي سهلة اوي لو وانا احط لكم برضك رابط اللعبة ويت هحط لكم رابط اللعبة يا شباب بس هما من الاثنين اضحك ما عادش في حد فيه ما انا ايوه دي يا باشا انت بتعمل ايه من هو من هو الزهر من هو شفت فدلوقتي يا شباب هنيني الحلقة ويلا سلام سلام يا شباب مع السلامة باي باي